مستمعي الحياة الفهم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من خدمات الحياة. في حلقة اليوم متابعة تحذيرات موسم جني الزيتون اللي تم افتتاحه اليوم من قبل والي القيروان بمعتمدية السبيخة. التقديرات الأولية تشير الإنتاجية ب 35 ألف طن من زيت الزيتون، وإن شاء الله ربي يوصلها بالسلم. إشكالية كبيرة ترافق صابة زيت الزيتون كل عام، أهمها نقص اليد العاملة وإشكالية التسعيرة، وكذلك مشاكل مصبات سوائل المرجين، وأيضا مشاكل نقل العمال والترخيص لنقلهم. إذاعة الحياة فهم تابعت جلسة عقدت في الغرض، وتابعت مع مختلف الأطراف المتدخلة إشكالية صابة زي الزيتون واحتياجات الفلاحين وأصحاب المعاصر. شكرا إذاعة حياة فهم لمعقبة الجلسة اللي شاف عليها سيد ولي القيروان استعداد الموسم الزيتي 2021-2022. اليوم ساخنة، في برشة تحذيرات. هو بحكم أنه الموسم هذا شد تطور، بحكم في حوالي 40% من الصابة تاع الناول السنة إن شاء الله تشهد صابة في حدود 146 ألف طن زيتون، في حدود 30 ألف طن زيت. هذا اللي خلى فما شوية تشنج من بعض العصبية ولا من بعض الخير على مستوى الفلاحة، كل واحد يلوج على المصلحة اللي هو يلوج عليها، هو دعم القطاع الزيت في الولايات القيروان. التوقعات السابقة كانت 160 ألف طن، نقصت هذول اللي تبدل، تم معطيات طبيعية مناخية. هو التقدير الأولي، هو كتقدير أولي نقوم به في أواخر شهر أبريل بداية شهر ماي، تقدير أولي كان في 160 ألف طن. حكم التقلبات المناخية وشهدتها ولاية القيروان نقص نقص كبير على مستوى الإيرادات تاع الماء، خلى التقديرات تنزل في حدود 146 ألف طن. هذا ما يمنعناش أنه تسجلنا تطور في حدود 40% مقارنة بالموسم الفارط. حكيت شوية على تراجع الموارد المائية، ثم إشكالية في السدود، ضعف موارد السدود، ثم إشكالية في المقابل، فمش استراتيجية ربما للتعامل مع التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية. هو كما تفضلت سيادتك تقلبات المناخية، احنا توا عنا من أواخر شهر، من أواخر فصل الصيف، احنا في استعداد مع المصالح المركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمجابهة هذا النقص الفادح على مستوى الأمطار اللي قاعدة تشهدها ولاية القيروان، وخاصة السدود الكبرى اللي احنا عندنا ثلاثة سدود كما تعرف، الأهوال، سيدي سعد، ونبهانة. ودي رمضاني، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، اليوم جلسة لمتابعة والاستعداد لموسم جني الزيتون، إن شاء الله صابة مباركة، وإن شاء الله تحذيرات مناسبة لاستقبال الصابة. طيب، كما حضرت أنت اليوم إن شاء الله الجلسة هذه خصت لانطلاق موسم الزيتين، اللي هي تقديرات سنة متوسطة بارابور للسنة الصابة، يعني في ثم جفاف وفما يعني العام قلة الأمطار خلت حتى التقديرات الأولية نقصت. بالنسبة للتقديرات يعني فما تقريبا 30 ألف طن من الزيت، ما يعادل 150 ألف طن من الزيتون. تقريبا المعاصر يعني كلها مفتوحة، وعندنا ما يكفي لاستيعاب يعني الصابة هذه أضعاف يعني تقريبا الإمكانية مريحة باش لعصر الزيتون هذه. بالنسبة لنا احنا ركزنا على الجانب هدايا بالمصبات المرجين اللي في بعض الأحيان كانت عائق، وكانت المعصرية يوصلوا أن مسك بالمادة هدية في الطرقات وفي الأراضي الفلاحية اللي من شأنها أن تلحق ضرر للأراضي الفلاحية الخصبة، وكذلك يعني تسبب حوادث الطرقات بالطرقات. الجانب الثاني هو يعني طلب والتماس من السلطات الأمنية على أساس تسهيل يعني مرور العملاء، اللي الحقيقة بالنسبة لهنا فما التشريع ما أمكلوش إلى حد الآن لكيفية يعني تأمين نقل العملاء الفلاحيين أو إيجاد
معني نقل خاص للعملاء الفلاحين. تقصد نقل آمن؟ نقل آمن نعم، يعني بالنسبة لصغار الفلاحين هو يمشي يجيب 5 و6 و10 عمال لي يعني تجميع الصاب نتاعو. فلهنا فما إشكال يعني الأمني اللي هو كيفاش ينجم يوصلهم للضيعة نتاعو. فالحقيقة كي تجي تمشي تأمن الفلاحة هذا يلزم شروط معينة في شرائك سيارة اللي هي ما يكونش عمرها كبير، اللي هي يعني برشا شروط اللي ما يكونش بالنسبة للفلاح صغير يمشي يقتنيك سيارة وهو مش يخدم بصفة رسمية يومي، يعني هذا يعاق ذلك لجلب يعني العملاء والمشاكل اللي تحصل مع الأمن. كل عام ثم إشكالية متاع اليد العاملة جاني ثم مطروح الإشكالية دي ثم نقصة مطروح. هو الإشكال متاع اليد العاملة مطروح قبل انطلاق الموسم. احنا تو في موسم متاع الجني الفلفل الأحمر، وفما موسم متاع الموسم الرمان تو، وكذلك البرتقال، يعني هذوما يزيد يخلط عليهم موسم الزيتون، يعني فالإشكالية كبيرة برشا اللي فما نقص حاد راهو في اليد العاملة الفلاحية، ونفور بالخصوص من الرجال، يعني تقريبا 90% أو أكثر اليد العاملة تتركز على النساء. سمعنا حديث على جلب عمال أفارقة، ثم قانون ينظم العملية هذه؟ والله هو السيد مدير الأمن يعني نبه للشيء هذا وقال حذاري من استعمال يعني الأجانب في العمل، ولكن أنا أعتقد أنا في ولاية القيروان مازالت الظاهر هذه ماهيش موجودة. إحنا تقريبا فما يمكن بالنسبة بطريقة صغيرة برشا، ولكن اللي هو موجود في ولاية صفاقس اللي صارت فيها عدة إشكاليات، ونأمل أنها من نوصلوش الشيء هذا اللي بالحق ما رأيناه في ولاية أخرى، أنه يبعث على الخوف وأنه الإنسان يتجنب يعني تشغيل هذا الصنف من العمال. هذا تبقى السعر المقترح لزيت الزيتون؟ لا، هي السوق يعني بالنسبة للسعر تحدوا العرض والطلب، موش مرتبط بتحديد معين، ولكن ديما إذا كان فما يعني تصدير فالسعر بتبيعته يرتفع، وإذا كان فما التصدير هو ناقص ذاك يلقي بذلاله على السعر الداخلي. وخليني نقول لك مش تونسي تحدد السعر، وإنما إسبانيا الصابة في إسبانيا اللي هي تحدد السعر العالمية يعني بالنسبة لزيت الزيتون. توقعات ثم احتمال أنه يكون في حدود على الأقل متناول للمواطن؟ أنا تو اللي نسمع فيه حاليا فما كاليتي اللي تجمعت تو اللي هي بدري، ولكن أعتقد أنها جيدة جدا ما بين 12 دينار و10 دينارات بالنسبة لتر الزيت. ما هو موجود تو في السوق شفته عبر يعني شبكة التواصل الاجتماعي، وشفته في خيمة يعني في المولد أنه تبيع ب 12 دينار بالنسبة للزيت. وقت الموسم هذا ثم متغيرات، كما ينجم يرتفع كما ينجم ينخفض. معادلة صعيبة بين الفلاح باش يعوض الخسائر وبين المواطن اللي أكيد هو في وسط ظروف صعيبة. هو حتى الفلاح راهو كان وراهو بالنسبة لي هو زاد مستهلك، وليس الفلاحين كلهم يعني منتجين تاع الزيتون، وليس الفلاحين كلهم منتجين تاع بطاطا ولا عظم ولا دجاج وكل شيء، ولكن هو نحن كفلاح نعتبره كذلك من المستهلكين. ولكن اللي يخليني نذكر لك أن الكلفة متاع الإنتاج راي ارتفعت بشكل كبير جدا. اللتر الزيت خدش يتكلف على الفلاح؟ ما في عام جفاف بالنسبة للسنة راو في الجفاف ما فماش اللي هو بعلي ما انتجش الكل في السقوي، وسنة بالنسبة للصيف اللي تعدى هو حار جدا. هذا اللي خلى يعني عدد الريات يعني يتكاثف تقريبا مرتين وثلاثة بالكيمة سنة الفارطة، يعني كنت نجم تسقي 4-5 مرات للزيتون يوصل، أما تو يعني العدد يعني يتكاثف أكثر من كثير. إن شاء الله توصل سلامات الصابة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لي نحن أن نقدر أنه المنظومة متاع الإنتاج هذه زيت الزيتون هي راهي جيدة جدا للبلاد، وهذه يعني قطاع استراتيجي. وندي كما ذكرت السنة الفارطة كانت يعني المدخول متاعها كعملة صعبة 1550 مليار في سنة،
اللي هي مش صابة صابة، اللي قبلها كانت 2400 مليار. فضروري أن الدولة تلتفت للقطاع هذا وتحيط به وتذل الصعاب والمشاكل حتى أن نحافظ على القطاع هذا. مصطفى تيراوي صاحب مؤسسة في سيدة مربوحة للعضو التنفيذي في حال صناعة التجارة القروين. بالنسبة احنا على أبواب افتتاح موسم جني زيتون 2021-2022، إن شاء الله الانطلاقة تكون موافقة للزملاء كل وللناس كل. بالنسبة للزيتون بتاع قروين ثم جودة عالية، معناها معروفة على نطاق وطني، جودة ممتازة ويستحقها يصلحوا بها زيت نتاعهم. بالنسبة ما يكون عنده معناها نقولوا نحن جدوى أقوى من أنه نبيعوه فراكيز ونبيعوه تعليب، كي يتباع زيت القروين تعليب، زيت القروين قاعد يتحصل على ميداليات على نطاق عالمي في المراتب الأولى، ومن ضمنهم أخذينا جائزة في اليابان ميدالية فضية، وأخذينا في بريطانيا ميدالية برونزية. والقروين معروفة ماهوش كان نحن عندنا يجي 7-8 ميداليات في العامين هذونا لبعض الزملاء، لقينا شوية إعاقات وشوية معناها تعطيلات في حكاية تثمين زيت الزيتون والتعليب، وخاصة المستثمرين الصغار وكذا، يلزم الدولة تتلفت لهم ويلزم فهمني الصندوق يعاود لهم شوية، يلزم بنك تمويل المؤسسات يعاونهم ويلزم يوجهوهم باش نجموا نبيعوا الزيتون ذو جودة عالية على نطاق عالمي بشهادة الخبراء وبشهادة المسابقات الدولية والخبراء الدوليين في كافة أنحاء العالم. زيت القروين معروف، إن شاء الله نكونوا نثمنوه في تعليب، وإحنا ديجا خذينا تجربة العام الفات وشاركنا، عملنا شوية تعليب زيت جلاصة فهمني، شاركنا به في ألمانيا وفي بريطانيا، شاركنا به في اليابان وتحصلنا على الأسوان. توا فارق بين السعر اللي يتباع هناك وبين يتباع معلب، ثم قيمة مضافة؟ والله ثم تقريبا الدوبل بالنسبة للزيت فراك وتبيعوا معلب، ثم في بلايس في دول تنجم تبيعوا تريبل معناها 3 مرات، وفي دول أخرى تنجم معناها دوبل فهمني، تصرف عليه 20% تقريبا 25% بين التعليب وبين مشاكل التعليب والدبوزة والفشاج وكل شيء، ولكن يجيب حاجة ممتازة ياسر، يحب شوية عناية يحب شوية لهوة، يلزم ما نوقفوا مع بعضنا شوية، يتعرض لصعوبات لأنه كالعادة ثم صندوق اللي بتاع الاستثمار، وثم الجهة ما زالت ما تعرفتش بالدبوزة، ثم الجهات أخرى معناها ضغط علينا شوية، ما نكلموا الواقع، ثم شوية يتحكم في السوق، ثم شكون معناها كبير وما يحبش شكون يكبر معاه، لكن إن شاء الله الدولة تتلهى بهم الصغيرين هذونا تعطي امتيازات أكثر من الآخرين، علاش لا؟ خليه فهمني هو صاحب الشهادة العليا، هو دخل في الدومين هذايا في التعليم، عاونوا شوي. على الاقل انت الدوله تقول لنا ندعم في الشباب اعطيه بورسنتاج معينه في الدعم للشباب، خلي فهمني يتشجع وان شاء الله ربي يوفقنا. ابراهيم البازاوي رئيس الغرفه النقابيه جهه بلديه القيروان. قادمين على موسم زيت الزيتون؟ زيت الزيتون والعمل على الله، الشد بربي ان شاء الله قادمين ان شاء الله، باش نبدو نجمعوا ونبدو ان شاء الله نخدموا الماكينات وان شاء الله ربي ان شاء الله يقدرنا. عندنا برشا نقص زملائي لأصحاب المعاصر، معناها البنك اللي احنا مش يتمون فيه ما عندهمش معناها التمويل الكافي باش معناها تعاونهم باش ينجموا يخدموا. ما نعرفش عن الزيت. قداش باع زيت عام قبل؟ آخر سوق السوم باع 9500 حتى 10000. سعر السنة قداش؟ سعر السنة حسب تقريبا متوقعين 9.5 ل 11. ثم شوية جفاف، معناها الزيتون الموجود تو كان الصقوي جفاف يتعبنا شوي في الكاليتي بتاع الزيت، زاد ما يعطيش حاجة عالية ياسر كيما تكون الطرب والعمل على الله. ديما مشكلة المصبات تعبكم السنة، شنو عملتوا في حل المشكلة؟ إن شاء الله عندنا معناها المصبات. مشكور السيد الوالي بعث لجنة كبيرة وعلى رئيس معناها مسؤول داروا على المصبات اللي موجودة ومريقلة وفيها القانون معناها أمورها قانونية وافقوا لها، واللي مش أمور قانونية ما وافقوا لهاش، أما إن شاء الله معناها نتجاوزها العملية هذه إن شاء الله متجاوزين. في العادة المطلوب من كل صاحب معصر إنه هو يوفر خزان
للمرجين عندنا تحت حارسين انتم كغرفه انه كل صاحب معصره عنده هالموضوع هذايا باش ما تصيرش الاشكاليات كل عام المرجين مطيش في السواني كل في الطريق كميات كبيره وتلوث كيفاش حضرتك كل مكان شي عنده حوض كبير بعد الماكينة أما ما يشدش برش يشد جمعة 10 أيام أما يشد 5 أيام بركة والأخر يقعد نقل بتاعه للصباط اللي الصباط القانونية اللي موافق عليهم البيئة والفلاحة والمعناها المسؤولين اللي يعرفوا شنو اللي يخلي برشا فلاحة يجيو من ولايات أخرى من خارج القروان باش يعصروا في بوحاجة هل هي جودة المعاصر والا خاطر ثم يتهربوا من المصبات يجيو يصبوا غادي لا الجوده نتاع المعاصر خاطر المعاصر اغلبيتها جدد المعاصر بهم ناس تحب تخدم ناس تحب تخدم انا تلقى معناها كيما نقولوا في معتمديه اخرى تلقى مثلا 4-5 ماكينات وقت اللي تجيب بوحد هذا فوق معناها فوق 100 بوحد مشترك فوق 100 معاصر والمعاصر مثلا باتين المعاصر وهي بها 3-4 شنيات مثلا عندنا توشنات تعمل في 140 طرناطر من 24 ساعة لكن هذا يعمل مشكل متاع المرجين متاع المرجين يبيد يزمو يخدم باخذ قروض من البنك أو واخذ من أهل زنك أو واخذ هذا يزمو يخدم يزمو يوفر يزمو يخدم ويزمو إن شاء الله إن شاء الله ربي يصدر تهتموا بالبيئة أنتم توكم مع سنة تهتموا بالبيئة ونطلبوا منهم البيئة جينا وتدور على المصبات المصب اللي هو قانون يصبوا فيه والمصب مش قانوني ما صبوش فيه معناها متعهدين بينه وبين البيئة كما كل عام تطرح المشاكل البيئية ومشاكل يد العاملة والأسعار ونقل العمال ومدى توفرهم في المقابل قطاع زيت الزيتون اللي يوفر موارد مالية هامة لخزينة الدولة من خلال التصدير إلى جانب دوره الحيوي في الاقتصاد المحلي يحتاج لدعم واهتمام أكبر وأيضا حل الإشكاليات العالقة اللي تتعاود كل عام خصوصا مشاكل دعم الفلاحين والمشاكل البيئية والموضوع هذا يحتاج المتابعة ومراجعة وإن شاء الله في الحياة تفهم باش نتابعوا مع بعضنا على الميدان أهم الإشكاليات اللي تواجه الفلاحين فيما يخص صابة زيت الزيتون إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج خدمات الحياة إلى اللقاء.